باب يشهد تاريخ وحضارة وأصول ترجع لمئات السنين، نعرفه بباب زويلة. ويشتهر شارع الجمالية بأسواق الملابس وانتشار بيع المشروبات المرتبطة بشهر رمضان الكريم. باب زويلة يعد أحد الحصون الدفاعية للقاهرة، والذي كان يستخدم سابقاً كميدان لأعدام المذنبين. وفي شارع الجمالية ينتشر فن صناعة المنسوجات اليدوية، والذي يتفنن الصانع فيها بأجمل الأشكال التي تبرز جمال وحضارة مصر. فوجوه المصريين هي التي تبعث روح التفاؤل والإصرار في العمل خلال شهر رمضان الكريم. وفي روحانيات شهر رمضان الكريم تجد الصائمون يتواجدون في المساجد لذكر الله وتلاوة آيات القرآن الكريم.